يطولها يلبق لجسمها. هلأ طلعت أنا ما بحبك؟ خليك عم بتفكر بهالأشياء السخيفة، بس بدي قلك إنه هاي الدنيا ما بدها واحد حبيب وحساس مثلك، بدها رجال قوي يحط قلبه على جنب ويفكر بعقله. أنا من زمان كنت مثلك، حساسة ورومانسية وعندي أحلام وردية، بس فجأة الدنيا ضربتني كف بعده معلم على وشي وقلبي لهلأ، وتعلمت إنه القلب والمشاعر ما بيعملوا سعادة، بالعكس بيدمروها. ماما أنت عن جد مفكرة بعدك ما عملتي شي غلط؟ والله عم بخاف عليك، إذا رح تضلك تفكري بهالطريقة المجنونة رح تجني عن جد. انتبهتي، أنت عم تحكي مع أمك. إذا بدك روح على غرفتك وفش قلبك باللي بدك يا، وكلك كم يوم وبتنسى اللي صار. لك يا ريت في انسى يا أمي يا ريت. تايم؟ لك بلا تايم بلا بلوط، خلاص نسيه لتايم ماما نسيه، خلاص تايم راح. أنا ما راح أطلع أوضتي، راح أطلع من البيت كله، ما بقى حتشوفي صورة وجهي ولا حتسمعي صوتي. أنت خسرتي ابنك الكبير وما فرقت معك، وهيك عم تخسر ابنك الصغير هلأ. بهنيكي ماما، بهنيكي حبيبي. انت ما رح تروح لمطرح؟ بلا هالمرة طالع، رح اترك لك هالبيت كله تعيشي فيه لوحدك. حتى ساندي رح يجي نهار تتعب منك وتتركك. طيب لا تكبر حكي معي. لك الحكي اللي بقلبي اكبر بكتير من الحكي اللي عم قلك اياه هلا. شوف حبيبي، نحن هلا معصبين، انا فكري نحكي بكرة الصباح رباح. لا صباح ولا رباح، انت خسرتي ولادك الاثنين بعد ما دمرتي لهم حياتهم. خلاص امي، احنا ما بقى فينا نتحمل. انت واحد قليل ادب. وبعد شغلة كتير مهمة، انا وريان وفرح وآية ما بقى تتعاطي معنا ولا تقربي صوبنا. حتى سحر المسكينة بعدي عنا امي. لك عطيتيها جاسوسها ابنك؟ عم تراقبيني؟ حدا بيراقب ابنه؟ خلتيها تصورني إلي وآية وتبعتي الصورة لعمها؟ أي أم تعمل هيك؟ أنت بتعرفي إنه عمها لآية خطفني؟ أنت بتعرفي ضليتني ليلة بكاملها محبوس؟ لك لو صار لي شيء أنت شو كان صار فيكي؟